ازيكم؟ عاملين ايه؟ تمام؟ يا رب دايما. جاهزين؟ طب يلا نبدأ. فيلمنا بيتكلم عن حرامي عربيات، زي أي حرامي بيفتح أي عربية وفي ثواني يكون مقلبها من أي أشياء شخصية، وبيسرق الكاسيت كمان، وقبل ما يمشي وبسبب الحقد الطبقي يعمل له حمام فيها، وجاي يفتح الباب والمفاجأة ما يفتحش الباب ولا أي باب في العربية، وحاول يكسر الإزاز وما قدرش واتعصب، ولما شاف حد استخبى، ولما مشيت طلع العدة وقال لك خلصانة بالشياكة، بس شكل الموضوع مش زي ما افتكر، وقرر هنا يفك الباب وإيدي اتعورت والعملية مش ماشية خالص، واتعصب ولما فك الكرسي لقى الفتحة اللي تحتيه ملحومة وقال لك هنا هي خربانة، وقرر يضرب نار على الإزاز، وضرب النار فعلا والرصاصة ردت ودخلت في رجله ويصرخ والإزاز ولا خدش فيه، ولما نزف كتير قلع التيشيرت وربط الجرح وهو مش مصدق اللي بيحصل له وإن هو في مصيدة فيران، ولما شاف واحدة بتقرب من العربية حاول يلفت انتباهها وهي ولا هي هنا ومشيت، ولما يئس من المحاولة ومش عارف يفتح العربية قرر إنه يتصل بحد بالتليفون، وحظه وحش خلص الشحن وتعب من كتر النزيف وقضى الليلة الأولى في العربية، ولما صحي عطشان ملقاش حاجة يشربها فقعد يجمع الندى على الإزاز ويلحسه بلسانه، يأس خالص، ولما يأس قرر إنه يرجع الكاسيت لمكانه ويشغله ويسمع أغاني ويغني معاها أهو يسلي نفسه، وفجأة يرن التليفون اللي في كاسة العربية وفتح واستنى يسمع مين، ولقاه الراجل صاحب العربية ويقول له أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، في عربيتي عجبك؟ أحب أقدم لك نفسي، أنا الدكتور إنريكي، سمعني؟ يقول له آه، يقول له أنا مالك العربية وتعرضت للسرقة في حياتي 28 مرة، وانت طبعا هتفتكر إن أنا بكذب ولكن ده الحقيقة، وبيك هتكون 29. فيقطع كلامه ويقول له خرجني من هنا، يقول له اسكت واسمعني ويكمل ويفهمه موقفه إن العربية فيها جهاز إنذار متصل بتليفون ويقدر هو يقفل أو يفتح الأبواب، وإن إزاز العربية ضد الرصاص والعربية كمان عازلة للصوت يعني محدش هيسمع لو صرخت للصبح، والنوافذ مصفحة وعليها فاميم راية كمان، يا عم محدش حرمك من حاجة يعني محدش هيشوفك ولا هيسمعك غيري، وكلها ضد الرصاص ما عدا تانك البنزين، فاهم ده معناه إيه؟ يعني بوم قاعد على قنبلة موقوتة أي لحظة ممكن أفرقعك، ويقول له عاوز أسألك سؤال، هتعمل إيه لو قبضت على ابنك بيسرق؟ يقول له ما اعرفش، يرد اجابه غلط، والحرامي يقول له انا هموت من العطش وانت هتندم على حبستي زي الفراخ دي، واقسم لك ان هخرج وهقتلك، فقفل السكه في وشه وقال لك الكلام مش هينفع معاه، وكعقاب فتح التكييف على الاخر وهو حاول يقفله ومفيش فايده واتجمد من البرد، وهنا فك التيشيرت بتاعه ولبسه تاني بردان وقعد يسد فتحات التهويه بالورق واتغطى بالدواسات من شده البرد، وفجاه وقف التكييف بالليل وتليفون العربيه يرن ويرد، وسأله نفس السؤال لو ابنك سرق هتعمل ايه، ولو جاوبت صح هتشرب مية وهدلك على مكان المية، فيرد كان هيسلمه للشرطة، يقول له غلط انت لازم تبقى قدوة ليه، وهنا بدأ يحكي له قصة قبل النوم ان في الشهر اللي فات طحم شخصين بيت بنته، ويقول له انا دربتها على التعامل مع المواقف اللي زي دي انها تتجنب النظر ليهم وانها تديهم الفلوس على طول وما تعفرش معهم من الاخر، وده ما كانش كفاية لدرجة انهم اخدوا كمان فرشة الاسنان ووجهوا المسدس على راس حفيدتي، وفي الاخر اتنقلت وهي مش حاسة من الامان وانا بقيت لوحدي، والحرامي مش مهتم ويقول له انا عطشان انت نوع ملتك ايه من الاطباء، فقال له سؤال حلو وسؤال وجيه جدا، خمن بقى اي نوع من الاطباء، انا طبيب قلب ولا جراحة ولا عيون ولا ايه، وهديك تلميح كمان انا بشتغل حيث يلعب الجميع، وقفل السكة. وتاني يوم قلب العربية جيم وهنا شاف عربية شرطة افتكر انه هيتمسك والراجل بلغ عليه، بس مش فارق معاه يتمسك وقعد يخبط للشرطي عشان يلفت انتباهه، والشرطي ساب مخالفة على العربية ومشي، وفضل قاعد عطشان وجعان ومفرهد من الاخر، والتليفون رن ورد والراجل يقول له الرقم القومي بتاعك كام يا حلو، الحرامي يرد انا عطشان وهموت من العطش، يقول له عايز اسمك والرقم القومي اللي في البطاقة وهديك مية حالا، والحرامي طلع اسمه سيرو وقال له اسمه واداله الرقم القومي، وهنا قال له شوف خرطوم منظف الازاز في الخلف، وفعلا راح دور وطلع حبة مية بصابون وشربهم ومعدته بتصرخ من شدة الجوع، وشاف الدليفري وجع اكتر يا عيني يا ابني، وفكر هنا انه ياكل الحشرة ومرضاش ياكلها، وتاني يوم وهو بيكلم الراجل يقول له انا عندي حمى اعمل ايه عشان اخف، رد عليه ببرود هي دي استشارة طبية، يقول له اه، يقول له اوك انت عندك ايه، يقول له جرح من رصاصة في رجلي، يقول له حصلت ازاي دي، رد عليه انه ضرب النار غلط على نفسه، فقال له الجرح بينزف
يبص عليه يلاقي الجرح التهب ويقول له لا، فسأله على لون جرحه قال له أصفر، فيرد عليه ده مقلق خالص، وفتح له التكييف هنا عشان جسمه درجة حرارته عالية. والراجل ده طلع بتاع قصص ويكمل يقول له أنا رحت المستشفى عشان أخد نتائج التحليل عملتها من أسبوع اللي فات، وطلع عندي مرض خبيث في الرئة وقدامي سنة وهموت. والحرامي بدأ يهلوس من الحمى، والراجل فضل يحكي ليه عن كل السرقات اللي حصلت ليه ولمراته ولعيلته كلها. العيلة بتتقلب كلها من زمان يا جدعان، يعني حاجة طبيعية، وأي واحد في عيلته حصلت له سرقة عمل لستة بيهم وخلص وقفل معاه. وسيره مسك كتالوج العربية ودرسه كويس، ولما ما وصلش الحاجة قرر ياكل الكتاب. في الأول كان صعب بس بعد كده اتعود، وكان ناقص يحط بهارات عليه، والعربية بقت أوضة نوم، وغنى أغنية أونلي، ولما عمل حمام شربه. طب هيعمل ايه؟ وبعد فترة جه واحد يسرق العربية ورجع الامل ليه، بس الامل ضاع واتمسك الحرامي وهو هيعيط من حظه وشاف ممكن يتعمل فيه ايه لو اتمسك. والراجل اتصل بيه يقول له انا صاحي مزاجي كويس النهاردة وعالي العال وهديك مكافأة شوكولاتة ورا فرامل اليد، واخدها على طول واكلها وبقى زي البرنس. لبس النظارة بتاعت الراجل اللي في العربية وعمل الكرسي شازلونج، ومن كتر قعدته في العربية حفظ نبط كل الناس اللي ساكنين في الشارع، وبقى عنده خبرة ومن الاخر وعارف كل واحد هيعمل ايه. والراجل اتصل بيه تاني وطلع جاب كل التحريات عنه وقال له ان سجلك حافل ومتألق يا ابني، وانه قتل واحد بدون قصد لما قاومه، وهو يرد ان الراجل ده طلع سكينة. طب الاول وفهمنا، طب التاني العجوز ضربته ليه وانت بتسرق الركاز؟ يقول له رفض التعاون. والراجل كمل وقال له على كل الجرائم اللي هو ارتكبها، فيقول له انا ارتكبت جرائم وفي نفس الوقت دفعت ثمنها ودخلت السجن. فقفل السكة وجرب يفتح تليفونه واشتغل، وقرر يتصل بمراته ويعترف لها على كل حاجة، ولسه جاي يتكلم يفصل التليفون، ومن الزهق فضل يلعب في زرار تشغيل العربية مش لاقي حاجة يعملها، واشتغلت بالصدفة وما صدقش انها اشتغلت، ورجع وجاي يتحرك لقدام الغيار ما بيتحركش غير لورا، فبص وراه وقرر انه يرجع لورا سريع وقال مش فارقه واتحرك ورجع بسرعه وخبط بالعربيه، واخيرا اتكسر الازاز وخرج وما صدقش ومشي. واول حاجه عملها راح مطعم وشرب ميه كتير واكل احلى سندوتش في حياته، والابن جاله وقال له ادفع ثمن الاكل وامشي، وهو يكمل اكل ومش في دماغه، والشرطي يزقه فيطلع المسدس ويقتله، وفجاه يطلع ان هو بيحلم ولسه موجود جوه العربيه، حلم جميل بالنسبة له. فقرر يقتل نفسه ويخلص نفسه من المعاناة، ولسه جاي يقتل نفسه الراجل اتصل وسيره يقول له لو ما خرجتش دلوقتي هقتل نفسي، اتفضل يا حبيبي جهد، وبدأ يعد 1 2 وضرب بالمسدس وطلع فاضي، حتى دي مش ماشية معاه. والراجل يقول له طب بص انا بقى 1 2 وينور النور انا قدامك اهو ويشوفه، فيقول له شايفني اتشرفت معرفتك، وفتح العربية عادي وقعد جنبه، وهو من كتر التعب ما قدرش يتحرك وجايب اخره واخد المسدس منه وحطه على الطابلوه وولع سيجاره وشربها له ويقول له جبت لك سوداني بالشوكولاته يا حبيبي، واكلها له وشاف جرحه وقال له هتبقى كويس، ناقص يدخله الحمام، وبكل برود فضل يصفر جنبه. والراجل الدكتور جات له مكالمه شغل من مريضه متابعه معاه، ولما انشغل سيره انتهز الفرصه وضربه بالنار وخرج من العربيه، ومن ضعفه ضرب نار في الهواء عشان يستنجد باي حد، والراجل لسه عايش ومسكه وفضل يضرب فيه ويشده بالعافيه ويحاول يرجع له العربيه، وهنا شرطيه شافته ورفعته بالسلاح وبقى هو الجاني، وحاول يشرح ان هو المجني عليه وان هو الضحيه، وبقى هو قصاد كل الناس هو المجرم، وطلب من الناس تعمل تصويت انه يسلمه للشرطه ولا يقتله. وجه مفوض الشرطه اللي كان على المعاش واستعانوا بيه اتفاوض معاه عشان عنده خبره في التفاوضات مع المجرمين، والدكتور شرح ان هو مش مجرم وشرح له كل اللي حصل، والمفوض يقول له هو خلاص دفع الثمن سيبه، يقول له لا. ولما الموضوع طول شويه جاب لهم شاي وميه بقى عشان القعده تحلو، وهنا الدكتور شرب الحرامي والناس تعاطفوا مع الدكتور، وقدر المفاوض يقنعه ان الدكتور عنده اللي يخسره بنته وعيلته وانه لازم يسيبه وان الحرامي اتعلم الدرس. وهنا قرر الدكتور انه يطلق سراحه وسابه، والدكتور دخل جوه العربيه وطلع الموبايل وعداد الثواني بينقص، واول ما خلص انفجرت العربيه، وكده الحرامي سيره دفع الثمن على الاخر وتعلم درس عمره ما هينساه، يعني ما سرقش وكمان تعذب وكمان هيتحبس، يا عيني عليك يا ابني. وكده ينتهي فيلمنا، ويا رب الفيلم عجبكم، واشترك وفعل الجرس وما تنسوش اللايك. كان معكم محمد محسن بهريز الافلام.